فبيكون في عباره عن نقطه او تلون كده بسيط كده قريب للاحمرار، وما بيجلس الدم في الترابط يومين ثلاثه ما بيجلسش. هل تعتبر دي بدايه الثوره والصحيح؟ إذا جاء في وقت الدورة فيه حيض على الصحيح، لا حد ليقله ولا حد ليأكله. إذا جاء دم قليل في وقت الحيض ثم انقطع تكتفي وتصلي وتصوم الحمد لله ولو قليل. قال بعض أهل العلم أن أقله يوم وليلة، لكن ليس عليه دليل. والصوم لا حد ليقله ولا حد ليأكله، لكن إذا رأت الدم في أوقات العادة تكتفي بعدما تطهر منه وتصلي وتصوم. أما كان صفرة أو قدرة في غير محل العادة فهذا لا يعتبر، مثل البول تغتسل وتصلي توضا وتصلي ويحيي اذا كانت رأت كتره صفرة. اما اذا رأت الدم في وقت العاده هذا يعتبر حيضا. هذه الصفرة في وقت العاده التي تجد يومين ثلاثه بعد اذا زالت الصفرة في وقت العاده تغتسل بعد العاده، ما دام الصفرة معها تبقى في الحيض لان الصفرة وكذا في دم العاده تعتبر عاده.